مفيش شك ان المثقفين في مجتمعاتنا العربية بيتأثروا بما يدور من احداث وقضايا بيشهدها الشارع وتبعات هذه الاحداث ايضا بيتم اللجوء اليهم كل واحد في اختصاصه، وده لانهم بيعتبروا من النخب يعني بيقدروا يكونوا اراء واعية لحل المشكلات والملفات الشائكة. ثقافة مهمة في حياتنا، فلازم نسلط الضوء عليها أمام تحديات موجودة في المجتمع، ونعرف هموم المثقفين إيه وإزاي بيقدروا يواجهوا الأفكار والثقافات الغريبة اللي ممكن أن يكون ليها تأثير سلبي على الهوية. بيسعدني أن يكون معانا النهاردة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي. صباح الخير يا دكتور علاء. صباح الخير، نورنا. أهلا بيك دكتور علاء. يعني خلينا نتكلم على اللي بيحصل اليومين دول، وهاخد مثل بأولمبياد 2024 بحفل الافتتاح. حفل الافتتاح طبعا كلنا شفناه واتصدمنا من اللي حصل فيه. دول الغربية هبت وقالت واستنكرت والشعوب استنكرت، واحنا هنا يعني خلينا نقول كنا ساكتين، والعديد من المثقفين ما اتكلموش وما قالوش حاجة، مع ان هذا الحفل كان صادم لانه عبر عن ثقافة مغايرة للثقافة او للهوية اللي احنا اتربينا عليها او اللي احنا موجودين فيها. شايف تحدي زي مثل هذا التحدي في حدث عالمي ممكن تواجهوه ازاي ذا كمثقفين؟ يعني بداية دعينا نتفق ان الثقافة ترتبط بما يسمى التنظيم الاجتماعي للمعنى. كيف ينظم مجتمع ما معانيه وكيف يتداولها؟ نعم، هناك رؤى مختلفة، والثقافة تمنح أكثر من غرفة للاختلاف. ما تم في الافتتاح في مونديال باريس، أظن أن هناك اتفاق أن هناك اتفاقا عليه من فئات، وهناك اختلاف عليه من فئات أخرى. ولكن الصدمة كانت لنا، لماذا؟ لأننا ألصق بالعقائد وبمنظومة أخلاقية محترمة بتقاليد من غيرنا. لا أظن أن الصدمة بالنسبة للمجتمع أو إلى المجتمع الغربي كانت كبيرة بالدرجة نفسها التي كانت لنا حين تمت الإشارة إلى معاني اللوحات كالعشاء الأخير على سبيل المثال، أو الرموز التي وضعت في حفل الافتتاح. صحيح، ما يوجد في حفل الافتتاح موجود في أوروبا ولا يشكل صدمة للمجتمع الأوروبي، ومجتمع منفتح يقبل حجم الاختلافات الكثيرة الموجودة، ولكن يمثل صدمة للدول العربية، للدول الإسلامية، للفئات المرتبطة بالعقيدة والتي تحترم منظومة القيم الأخلاقية أو العقادية المرتبطة به. إذن هناك رؤية ما موجودة في المجتمع الأوروبي، ولكن عرض الرؤية على هذا النحو في محفل دولي، في محفل دولي. صحيح. وينقل على عدد كبير من منصات هائلة لمئات الملايين من البشر، هنا تكمن المشكلة. ليس في الموضوع في ذاته، ولكن في العرض، في الإعلام والإعلان عما يوجد في هذا الحفل من قيم أو من محاولة لذيوع قيم جديدة غير مقبولة للأوروبي نفسه وليس للعربية فحسب. نعم. طب دكتور علاء، حضرتك تتحدث معي باللغة العربية، وده يمكن أسعدني لأني ممكن أتحدث باللغة العربية، ولكن
دعنا نقول ان اللغة العربية، وده هيودينا للثقافة والهوية العربية، اصبحت غير متداولة بالنسبة للأجيال الجديدة. بمعنى حضرتك لو تابعت ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحدث على في اكس، في الفيسبوك، ويكتب ما يكتب بالعربية، تجد أننا فقدنا هويتنا، فقدنا أشياء كثيرة كانت لدى البسيط قبل المثقف. يعني أنا أتذكر أنه أغاني السيدة أم كلثوم والتي كتبت والتي كانت بأشعار باللغة العربية، وليها نظم وليها كان البسيط اللي في الشارع بيغنيها وبيستمتع بيها وبيقولها بطريقة صح. دلوقتي مبقاش عندنا ده، ما بقاش موجود يا فندم. فهل فقدنا هويتنا الثقافية؟ دعينا نتفق أيضا أن اللغة كائن حي يتطور ولا يقف في مكان واحد، وإلا ماتت اللغة. ودعينا نتفق أن هناك مشكلة ليست في اللغة العربية ولكن في مستخدمي اللغة العربية، وهي الازدواجية اللغوية. نحن نفكر بالعامية ونكتب بالفصحى، واللغة ليست أداة لنقل الأفكار فحسب، ولكنها أداة لتكوين هذه الأفكار أيضا. بمعنى إن كنت تتقنين أكثر من لغة وتعرضت إلى مشكلة ما وفكرت في المشكلة بلغة وأعدت التفكير بلغة أخرى، لن يكون على الإطلاق المنظور واحدا، سيختلف الحكم وفق اللغة التي تفكرين بها. نعم، نحن نفقد جزءا من هويتنا اللغوية. وفي ظني، وأنا أتقن أكثر من لغة، أن من يتقن لغة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يمكن أن يتقنها دون اللغة الأم. حي. اللغة الأم هي الأساس. نحن فقدنا جزءا من هويتنا اللغوية، نعم، بسبب شيوع العاميات، شيوع ألفاظ المهن في الأغاني بخاصة، وأغاني المهرجانات التي تمتلك قدرا هائلا من الذيوع، على عكس اللغة العربية التي نحاول أن نبسطها أو نتكلم بها في إطار متداول. فأظن نعم الرؤية التي تشيرين إليها هي رؤية صحيحة. نحن نفقد جزءا من هويتنا اللغوية، وذلك لأسباب متعددة، ونحتاج في الحقيقة إلى الاهتمام بتدريس اللغة العربية اهتماما خاصا في مصر بخاصة. حقيقي. طيب، نحن نفقد جزءا من هويتنا اللغوية، طب ما ده حينعكس على هويتنا الثقافية أيضا، قولا واحدا. تمام. طيب، يبقى احنا دلوقتي قدام تحدي كبير أمام المثقفين والكتاب، وهذا التحدي انه بقى في فجوة كبيرة ما بين الكاتب والمفكر والقراءة بشكل عام والكتب، يعني وجيل اللي طالع، مش هقول حضرتك انه بقاله الجيل الحالي، لا، ده في جيلين ثلاثة كمان. هذه مشكلة في الحقيقة. نحن أمام تحديات كبرى ويجب أن نعترف بذلك. العالم الآن، قد قلت ذلك مرارا، لا يستهلك كلمات أكثر من استهلاكه للصور. الصورة حلت محل الكلمة الآن، وأصبحت جزءا لا غنى عنه في تكوين رؤيتي أو هوية الأنا والآخر والأشياء. وهذا يفرض تحديات جديدة أمام لغة الإعلام من جهة، الإعلام الموجه الذي يريد أن يبني إنسانا صحيحا مرتبطا بمنظومة قيمه التي يمكن أن تدعم أي حراك سياسي أو تنموي
أو اقتصادي وفق رؤية للتنمية المستدامة على مستويات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو الإعلامية؟ اللغة. اللغة شيء شديد الأهمية، ولكن في ظل الذكاء الصناعي، في ظل تحديات العولمة التي تنادي بقرية واحدة ولكنها لا تقوم إلا على حطام القرى جميعا، في ظل التحديات الهائلة التي يتراجع فيها الكتاب المطبوع أمام هذا الجهاز الصغير الذي بدأ في فرض أنماط جديدة من التعامل مع الرسالة، يجب أن تكون الرسالة قصيرة تؤثر أكثر إذا كانت مربوطة بصورة أو بفيلم متحرك على سبيل المثال أو شريط متحرك، أن تكون هذه الرسالة مرتبطة بالواقع هنا والآن السريع التغير. الإعلام الآن القصير أصبح آلة هائلة تستطيع أن تستهلك كل شيء في ثواني معدودة وتبحث عن نجم آخر وعن موضوع جديد. نحن نحتاج إلى أكثر من خطاب إعلامي، خطاب يرتبط بهذا الواقع المتغير السريع، وخطاب آخر يرتبط بالثوابت التي نحتاجها في التنمية الثقافية الحق، نحتاجها في بناء العقل الإنساني، في بناء الهوية الثقافية والإنسانية الصحيحة. أظن أننا أمام تحديات لا يمكن أن تقوم بها مؤسسة واحدة. على سبيل المثال في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر التي أشرف برئاستها، قمت بتشكيل لجنة خاصة للمحافظة على اللغة العربية، ونقدم دورات في المهارات اللغوية لنا وللآخرين. أنشأت لجنة جديدة للتنمية الثقافية المستدامة كي نعرف من نحن وماذا نريد في ظل هذه التحديات. هناك أنشأنا مجموعة من الورش تساعد الشباب وتساعد الأجيال الجديدة على إتقان المعرفة وعلى التعامل مع المصادر المختلفة للمعرفة. هذه نقاط أظن أنها لا يمكن أن تقوم إلا باتحاد ما أطلق عليه أو ما أشرت إليه في مقالاتي من 2006 ل 2015 في جريدة الأهرام، إلى ما أسميه التعاضد بين وزارات الثقافة السبع. الثقافة المصرية أكبر من أن تقوم بها وزارة واحدة. طب إيه الوزارات السبع؟ هي وزارة التعليم، التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، المؤسسات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الآثار، ووزارة الأوقاف. يجب أن تكون هذه الوزارات مجتمعة تحت مظلة مباشرة في وجهة نظري لرئيس الجمهورية مباشرة، لوضع رؤية، مشروع قومي للثقافة في مصر. وأظن أن الاختيار إن شاء الله الجديد لوزير الثقافة الحالي الدكتور أحمد هنو ربما يكون مفيدا، وربما يقوم بحراك حقيقي وصحيح يحاول أن يضع الثقافة بوصفها حقا لكل مواطن مصري، كحق الغذاء وحق الطعام وحق السكن وحق التأمين وحق الصحة. الثقافة حق لكل مواطن وفق الفصل الثالث أو الباب الثالث من الدستور، المادة 38. صحيح، لأنه نحن في وقت، يعني اسمح لي أن أقول وهو مصطلح دخيل علينا، أنه بقى الترند أهم من قراءة كتاب وأهم من المحتوى بتاعه، وأهم من المحتوى، يعني فبقى الموضوع الترند. وحتى في الإعلام هناك صحيح. من يبحث عن الترند وليس ما يقال في الداخل. حضرتك قلت في وسط كلامك حاجتين يعني صعبين جدا انهم يتحققوا، ان انا لازم احقق الموازنه ما بين نظام متسارع ونظام به ثوابت. فالجيل الجديد
يعني خليني أقول اللي هو أغلبه لو سألت أي حد أنت قريت إيه؟ إيه آخر كتاب قريته؟ إيه آخر وبعدين هما يعني حتى لو قرأ كتاب ما بيقراش غير رواية، ما بيحاولش يقرأ كتاب ككتاب فلسفي، كتاب فيه فكرة، فيه بناء مختلف، يعني هو الرواية يعني ده لو قرأ يعني. وبعدين يقول لك أنا هضيع وقتي ليه؟ ما أنا عندي حاجات أحسن أعملها. الرغبة، كيف أعيد الرغبة لدى هذا الجيل المهووس بالترند إلى الكتب؟ يعني حضرتك حاطط كتب قدامي وأنا يعني عندي فضول كبير أعرف ما هذه الكتب يعني، فياريت حضرتك تقولي كيف نعيد الرغبة مرة أخرى. في وجهة نظري الإعلام، الإعلام مقصر على نحو بالغ في إعطاء رسالة تحمل من القيم ما تستطيع هذه القيم أن تفيد به ليس الجيل الجديد، الأجيال الجديدة. حين نقول إن مصر 60 مليون مصوت في الانتخابات، وحين نقول إن من هؤلاء 36 مليون شاب أقل من 40 سنة، هذه القوى الهائلة يمكن أن تبني مجتمعا ويمكن أن تهدمه. كيف أصل إلى عقول 40 مليون من 18 ل40 سنة؟ كيف أصل إلى وعي 40 مليون شاب وهي كتلة انتخابية وكتلة هائلة يمكن أن تنهض بمجتمع أو أن تهبط به؟ هذا السؤال يجب أن يجيب جميع المؤسسات أو تجيب جميع المؤسسات الثقافية، الوزارات السبعة التي قلت عنها، الخطاب الإعلامي، الخطاب الثقافي. أي جيل الآن نتكلم عنه؟ هل هو الجيل بين 40 و60، بين 20 و40، الأقل من ذلك؟ توجد أجيال متنوعة ومختلفة، ويجب أن يصمم لها خطاب متعدد قابل لاستيعاب الرسائل السريعة التي تعود عليها من خلال الهاتف المحمول على سبيل جاذب. المثال خطاب جاذب قولا واحدا. ومن جهة أخرى أن يكون هذا الخطاب قادرا على الامتداد إلى الثقافة الحق، الثقافة العميقة، الثقافة التي تستطيع أن تقدم شيئا إلى الوطن. طيب دكتور علاء، خليني أنتقل لما احنا بنقول هذا الجيل، يعني أنا لما بتابع القضية الفلسطينية وبشوف المراسلين هناك وهم يتحدثون، وحتى خليني أتكلم في العراق، أجد لغة جميلة جدا ومصطلحات نادرة أن تسمعها الآن. يعني بدل ما يقول لك إيه كلهم من المصابين، كلهم كل المراسلين يقول جلهم من المصابين، جلهم بمعنى كلهم، ما بقتش أسمع في حاجات معينة. هل القضية الفلسطينية بعمقها، خليني أقول بعمقها، بعمق اللي موجودين داخل غزة ودور اتحاد الكتاب في رصد هذه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية بصمود مراسلين ومواطنين وترتيب أفكار وكلام وإرسال رسالة من داخل هذه الأرض المنكوبة بهذا الشكل، ما هو دور اتحاد الكتاب؟ في الحقيقة نحن كنا أول نقابة تدعو إلى اتحاد نقابات للوقوف على نحو عملي ضد هذه العربدة الصهيونية، ووصفي أمينا عاما لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي يضم 18 دولة، أقول بيسر أننا كنا أول نقابة
أصدرت بيانا بإحدى عشرة لغة بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والألمانية والروسية والفارسية والعبرية، وجهنا هذه الرسالة إلى السفارات جميعا تحلل الموقف ولماذا نقف مع القضية الفلسطينية، ليس بسبب العروبة فحسب أو بسبب القومية فحسب، ولكنها قضية إنسانية في المقام الأول، قضية شعب استلبت حقوقه، استلب حقه في التعبير وفي الإقامة وفي السكن وفي الطعام وفي الحياة حياة كريمة. هذه قضية إنسانية في مقامها الأول، وأظن إن ما حدث أو ما يحدث كل يوم يثبت على نحو قاطع، خصوصا أن ثقافة المقاومة التي انتشرت الآن ووصلت إلى أنحاء العالم كلها غيرت المرويات الإسرائيلية القديمة، وأصبحت المرويات العربية والسرديات الفلسطينية هي السرديات الأقوى الآن. صحيح. المنصات العالمية في دراسة إحصائية قالت إن 80% من حدود، نتكلم حوالي 2 مليار، في حدود 2 مليار مستخدم تكلم مرة واحدة على الأقل، واحد منهم داعما للقضية الفلسطينية. أنت تتكلمين الآن عن وعي جديد بالحقوق العربية. صحيح. وعن وعي إنساني جديد. أيضا في خطابنا كان 8 أكتوبر توقعنا ما يحدث، وأشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة لبيان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأشرنا فيه إلى أن وزير التراث الفلسطيني الإسرائيلي في أول مرة يعلن عن امتلاك إسرائيل للقنبلة النووية، وطلبنا في هذا الوقت حين قال ننسف غزة، طلبنا في ذلك الوقت أن توضع أسلحة إسرائيل النووية تحت الرقابة الدولية، وأن يوضع المشروع النووي الإسرائيلي ضمن الاتفاقيات الدولية لأنه لم يوقع. صحيح. عليها حتى الآن. نحن أيضا اتفقنا على الوقوف بإجراءات بسيطة، على سبيل المثال دعوت إلى وضع الكتاب الأسود الذي يحدد بالصورة والرقم دون تحليل وبلغات الأمم المتحدة الجرائم الإسرائيلية والمذابح من 48 حتى الآن، ولا ويتم تداول هذا الكتاب على سبيل المثال بين رؤساء الصحف الغربية، رؤساء القنوات الغربية، أعضاء الأمم المتحدة، كي يطلعوا على الحقيقة، لأن صحيح. الكل أكبر من مجموع أجزائه. الباحث والمفكر والكاتب دكتور علاء عبد الهادي، سعدت جدا بلقائك ونتمنى المزيد من اللقاءات القادمة. بشكرك يا فندم. تسلم. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم.